معانا علبة مناديل ومنظم ريموت أو موبايل، ينفع على المكتب، ينفع في أوضة الليفينج بالشكل ده. لو عجبكم الشكل اللي عايز منه يطلب مني، إن شاء الله هوفره لكم بالتصميم الجميل ده جديد. ادي الشكل اهو، وان شاء الله هشتغله معاكم. يا رب فكرته يعجبكم، وان شاء الله اللي عايز منه يبعت يطلبه مني. وادي العلبة من جوه، وده الغطاء، وفي طبعا زخرفة من تحت ومن فوق، وهنشتغله مع بعض وان شاء الله يعجبكم. يلا استنوني ان شاء الله في الشكل الجديد بتاعي. هنا بعد ما دهنت الخشب كله باللون الابيض زي ما انتم شايفين كده اهو من جميع الجوانب، هبتدي اشتغل عليه. اول حاجة هشتغلها هلزق، عندي منديل ده هلزقه عشان كده انا دهنت ابيض، فهبتدي الزق العصافير، هقصقص وابتدي اوزع التصميم بتاعي والزق. هدهن الجزء اللي انا هلزق فيه المنديل بالورنيش المائي. هخلص التصميم بالمنظر ده على كل الاجزاء اللي انا هسيبها، هوزع العصافير يعني على السطح بتاعي وهسيبها تنشف، وبعد ما تنشف هبتدي اعمل الفراغ الباين بنفس لون خلفية المنديل اللي هي اوف وايت مش ابيض، يعني هحط سنة اصفر على او تقريبا بني عشان يديني نفس درجة المنديل، وامشي على الفراغات اللي باقية كلها عندي. كده انا اتأكدت ان السطح بتاعي كله لازق ومفيش هوا. اعرف ازاي؟ انا ممكن اجيب السطح بتاعي بالورب كده، ابص عليه الاقيه كله حتة واحدة هو والسطح بتاعي، مفيش اي هوا، مفيش اي حاجة، يعني الورقة نفسها ما فيهاش تموج. كده ابقى مطمنة اني ما فيش هوا تحت الورقة وهتلزق كويس. بالمنظر ده كده، وانا ان شاء الله بقى اخلص التصميم بتاعي واوزع العصافير وارجع لكم تاني. هنا مثلا احط العصفور هنا الصغنن ده، احط هوزع يعني وارجع لكم. اوكي، بعد ما هوزع العصافير على العلبه كلها، انا لسه ما كملتش، انا عملت بس يدوبك الجزء ده. حسيت ان انا قبل ما اعمل الصور عايزه برضو اوريكم الخطوه الثانيه بحيث ان انا اعملهم مع بعض. هاجي هجيب المولد ده، وعندي عجينه موري، عجينة سيراميك موري او عجينة موري بتاع التفاصيل اللي هي انا قلت عليها قبل كده، وبتبين كل تفاصيل المولد اللي احنا هنشتغل بيها. هاخد الشكل ده، الشريط ده، وبضغط
على الشريط علشان ياخد تفاصيل الشكل. العجينة سلسة وجميلة بصراحة ما شاء الله، يعني حلوة قوي. اوكي كده الموت. هاجي على السطح بتاعي هعمل الشكل ده كده، هلزقها بالغرة. هلزق على الحواف بتاعة العلبة كلها وعلى الحواف هنا. هشتغل بالمولدات بتاعتي اهي بنفس الطريقة، هطلع ده مثلا او ده هاخده احطه على الزاوية دي، وهلزق بالورنيش، وبعد ما الزق هشوف الفراغات اللي باينة عندي احط فيها العصافير، ويبقى انا كده اخلص الجزء ده واسيبه ينشف، لان لازم ده ينشف كويس جدا قبل ما ابتدي الونه. فهخلص الجزئيات دي وبعدين ارجع لكم هشوف برضو اوريكم العجينة الصغيرة. مشكلة مهم، هخلص كله وارجع اوريكم كده. خلصت التزيين بتاعه كله، اضفت هنا قيمات على الرجلين من قدام بس، ورا ما عملتش، والاطار بتاع الصندوق، وطبعا القيمة اللي فوق دي، وجيت حطيت عصافير من السيراميك بارزة هلونها، وعملت الظهر بالشكل ده برواز حوالين صورة وحواليها لون الورق الشكر ده من الظهر. هاجي بقى اشوف هعمل قدام، ادي الغطا كمان، عملت اطار وعملت الاطار بتاعي بالعصافير، هبتدي هلونها وهعمل عليه كراكليه. على فكرة انا هنا حطيت غيرة قبل اللون فاداني تشقق خفيف باين من اللون. اوكي مش عارفة باين ولا لا صراحة، يعني الاضاءة غامقة اهي. اوكي هخلص بنفس الطريقة، هعمل هنا هدي لون خفيف قوي حوالين الصور وحوالين ده هلونه، وبعدين هعتقه. هحاول اعمل الاوف وايت عشان يعني ايه الفاصل اللي بين الابيض وخلفيه الصوره تستخبى مني، وبعدين هعتق. انا بشرح بصراحه وبعدين لان كله تلوين مش محتاج شرح قوي، مش تكنيك بعمله، فعشان كده انا بشرح اللي هعمله وبعدين بشتغل بره الكاميرا. فالوش دوت انا هدهن ذهبي وبعدين هحط غيره وبعدين هعمله كراكلي بالاوف وايت، او يا اوف وايت يا اما نفس درجه لون الخلفيه، لسه في النتيجه هتبان وانا بشتغل. اوكي بس المهم هدهن الاول الذهبي وبعدين اعمل وبرده الذهبي هعمله هنا في الاطارات كلها بتاعه العلبه، بس هحط لها سنه اخضر
عشان تبقى ماشيه مع او بني، يا اخضر يا بني، عشان تبقى ماشيه مع اللون الاجمالي بتاع ورق الشجر والعصافير. خلاص مشيت على الاطار كله، اللون ذهبي مع اخضر، بقيت اخلط اللون وامشي على الاطار بتاعي. وفي نفس الوقت نفس اللون الاخضر الذهبي المخضر عملت الغطاء، وبعدين هحط عليه الغيره واعمل الكروكلي بالاوف وايت. تمام اهو، احط فرشة نظيفة ادهن الكروكلي بيها، قصدي الغيرة. واسيبه يشمع وامشي عليه بالمدق باللون الاوف وايت. هبعد عن الاطار والعصافير عشان دول لوحدهم هيتعتق. ايه رايكم بعد ما خلصت الشغل اللي عليه خالص؟ دي النتيجة النهائية اللي وصلت لها، هوريكم التفاصيل. طبعا عملت القيمات كلها باللون الذهبي مع اضافة لون اخضر عليها مع دهان الحروف كلها بالشكل ده، وطبعا الغطاء اهو والكراكلي بتاعه اهو واضح. وعملت هنا رجلين بالقيمات ودهنتها، طبعا العصافير البارزه باينه قوي اهي، اضفتها مع العصافير الورق والقيمات كله كده اهو. ده الظهر بتاعي، حطيت بقيه ورقه المنديل وحواليها اطار بمولد على شكل ورق شجر، وعملت دهنت الظهر بلون ورق الشجر. ودي نتيجة الفيديو النهاردة. وزي ما قلت لكم، اللي حابب الشغل ده يطلبوا مني، انا هوفر لكم ان شاء الله الخشب بإذن الله. اتمنى يا رب فكرة النهاردة تعجبكم. خليه هنا كده، وإلى اللقاء في فكرة جديدة بإذن الله. وانتظروني برضو في حاجة جديدة إن شاء الله هوفرها لكم. باي باي.